سابع قال ان اخبر سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي لاعبه الفريق بمضاعفه عقوبه الخروج عن النص عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، وده من خلال التعليق على اي من الاحداث الراهنه. طالب اللعيبه باقتصار استخدامهم على امورهم الشخصيه بس، وعدم الزج باسم النادي الاهلي مطلقا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. عقد كمان عبد الحفيظ جلسه مع لعيبه النادي الاهلي قبل ما يسافر الامارات عشان يختار طبعا ملابس الموسم الجديد. شهد التحذير اللعيبه من التطرف لأي أمور أخرى خلاف كرة القدم، وقال كمان أو أشاد بتركيزهم طول الفترة اللي فاتت، وده طبعا بالتأكيد انعكس بالإيجابية على نتائج الفريق سواء محليا أو أفريقيا. طلب كمان مدير الكرة من كل اللعيبة ضرورة استمرار الحفاظ على حالة الهدوء اللي بيشهدها الفريق، وأكد كمان أن القرار ده بيأتي في إطار حرص الجهاز الفني على توفير المناخ المناسب في المرحلة الحالية، خصوصا طبعا أن الفريق بيخوض مباريات مهمة جدا خلال المرحلة اللي جاية. ومن جهة أخرى بيراهن جاني مارتين لاسارتي على خبرة اللعيبة اللي عنده في النادي الأهلي، خصوصا حسين الشحات، واللي أكيد هتساعده سريعا في العودة لمستواه واستعادة الثقة المفقودة، وده اللي أكده لاسارتي لحسين الشحات، وطلب منه أنه يتخلص من الضغوط اللي انعكست عليه سلبيا على أدائه طبعا في المباريات الأخيرة، وأكد أنه هو واثق جدا في قدرته الفنية اللي هتمكنه من تقديم عرض أفضل. أكد لاسارتي كمان لحسين الشحات أن العودة لمستواه هتبدأ بالتركيز في جزئية إنهاء الهجمات، وأنه لازم يركز أكتر عشان يترجم مجهوده وعمل زمايله لنتائج تساعد الفريق على تحقيق الانتصارات. ومن جهة تانية بدأ الجهاز الفني في وضع استراتيجية للاستفادة من أحمد فتحي نجم الفريق بعد ما تعافى من الإصابة، وبقى جاهز جدا دلوقتي أنه هو يخوض تدريبات ومباريات الفريق بشكل طبيعي بعد ما تعرض لإصابة في العضلة الأمامية خلال مشاركته في مباراة الداخلية في الدوري، واللي تسببت طبعا في غيابه عن الملاعب لمدة شهرين، وبعد تألق محمد هاني كمان في مركز الظهير الأيمن ورغبة الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارتين لاسارتي في استغلال قدرات الجوكر الكبيرة، بدأ الجهاز الفني للنادي الأهلي في توظيف أحمد فتحي في منطقة وسط الملعب في التدريبات الأخيرة تمهيدا للعب به في مركز الديفندر خلال الفترة اللي جاية.